التعادل أو تقليص النتيجة. تعادل تعادل، ما هي تقليص. كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، خطرة فيصلي أمام المرمى، وهدف التعادل لعيال حرمة. يفجرون المفاجأة المدوية عن طريق وصل الذويبي، ذوب الفوارق ووصل وصل للتعادل، وهدف يعتبر أم المفاجآت في كأس خادم الحرمين للأبطال. وصل الذويبي بيسجل هدف التعادل في لحظات لا تعتبر كأي لحظات، بل تعتبر أم المفاجآت. الآن الفيصلي يعدل النتيجة، أكثر من انذار جاء للهلاليين، لم يتعبوا إلى أن أتت كرة اللاعب وصل الذويبي. الآن تعلن عن عودة الفيصلي للمباراة 1-1، ويا لها من مفاجأة. لا مدرب معهم ولا أجانب معهم، والغيابات أصابتهم كثير، ومع ذلك الآن يعدلون النتيجة. هنا المدرب السيد الحميدي الاعتيادي.